هو مش ده ضد الحريات الشخصية يا أستاذ عمرو؟ يعني هل داخل الولايات المتحدة الأمريكية من يدعون أنهم يحافظون على الحريات الشخصية يقولون أن هذا غير مقبول؟ هل في حد تحرك وقال أن هذا غير مقبول، يعني أن يكون هناك حصار بهذا الشخص؟ طبعا طبعا في حالة انقسام كبيرة جدا داخل المجتمع الأمريكي بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. للأسف الحزب الديمقراطي صوتهم يعني أقوى لأنهم يملكون الأغلبية من وسائل الإعلام الأمريكي. انضم ليهم على الخط مؤخرا وسائل التواصل الاجتماعي، وهي كما نعلم جميعا الناس بحاجة لتأكيد هذا أنها هي الميديا الحديثة والإعلام الحديث والأكثر تأثيرا، وتم سحب هذا السلاح من دونالد ترامب. عودة لسؤال حضرتك، طبعا المادة الأولى من الدستور الأمريكي تقر بحرية الرأي والتعبير، لكن أباطرة الإعلام الحديث وأباطرة السوشيال ميديا على رأسهم تويتر وفيسبوك قد أقروا أن ما ينشره الرئيس ترامب قد، ويجب أن نضع كلمة قد بين قوسين، قد يؤثر على الشارع الأمريكي وقد يدعو إلى موجات من العنف وهكذا. أنا بعتقد أنه شركات السوشيال ميديا وشركات التواصل الاجتماعي جنابهم يعني التقدير الموضوعي في هذا الأمر، وانخرطوا في يعني حرب سياسية انتخابية، وبالتالي أعتقد أن الفريق الحديث سوف يحاسبهم بشكل قاسي جدا. وحتى لو هلل وفرح أنصار جو بايدن بهذا التحول، لأنه بكل الأحوال يأخذ صف جو بايدن أو يأخذ صف أنصار جو بايدن فكرة منع الرئيس دونالد ترامب من الحديث أو منعه من الوصول العامة بكل سهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى ولو فرحوا باستخدام هذا السلاح ضد دونالد ترامب، لكن نحن أعطينا هذه الشركات الخاصة قوة جبارة جدا بمنع رئيس أكبر دولة في العالم من الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني الناس بتسأل خطيرة جدا. طبعا يا أستاذ عمرو، إذا كان ده اتعامل مع دونالد ترامب يعني وهو رئيس أمريكا حتى الوقت الحالي، إذا من الممكن أن يكون هذا الأسلوب متبع لأي من يحاول أن ينتقد السياسة الأمريكية فيما بعد؟ طبعا هو للأسف يعني السياسة الأمريكية والديمقراطية الأمريكية خلال هذا الشهر قد شابها الكثير جدا، وهذا قد يعطي يعني صلاحيات واسعة جدا لبعض دول الشرق الأوسط، وأنا لا ألومهم أبدا. لما يقوم رئيس بظرف استثنائي داخلي في دولة ما بحجب الإنترنت أو حجب السوشيال ميديا عن الجمهور تحت نفس الشعار الذي استخدمه شركات الإنترنت العالمية أو شركات السوشيال ميديا العالمية والجبارة بمنع أكبر رئيس دولة في العالم، وبالتالي أنا أعتقد أن أمريكا فقدت جزء كبير من وجهتها العالمية، جزء كبير من هيبتها العالمية، لأنها لن تستطيع في المستقبل القريب أن تعلق على أي تصرف داخلي لأي حكومة كانت، سواء في أوروبا، في الشرق الأوسط، في العالم المتحضر، في العالم السادس. هي فقدت هذا السلاح لأنه الديمقراطية الأمريكية قد شابها الكثير جدا فيما يتعلق بمسألة الحريات العامة. ما حدث هو إخلال بالدستور الأمريكي، هو إخلال بالمادة الأولى من الدستور الأمريكي التي تقول وتؤكد بحرية الرأي والتعبير. نعم أستاذ عمرو، إحنا وصل لنا أن في انشقاق داخل أو انقسامات داخل الشارع الأمريكي، إيه ردود الفعل بقى داخل الشارع الأمريكي زي ما حضرتك شايفها وأنت أقرب للحدث، يعني بعد كل هذه الأحداث يعني اللي أفقدت الثقة في السياسة الأمريكية وفي الإدارة الأمريكية وفي إدعاءات الحرية خاصة حرية الرأي والتعبير؟ طبعا هو في جزء مهم جدا، ليس فقط وحده الرئيس الامريكي دونالد ترامب هو الذي تم منعه، الكثير من مؤيديه، ونحن نعلم انه يمكن حصار مجموعه باستخدام يعني النطاق الجغرافي، بمعنى كل من كان داخل المظاهره في قلب العاصمه الامريكيه واشنطن تم منعهم بشكل او باخر من التعبير عن رايهم سواء عبر تويتر او عبر فيسبوك، إلا فيما نظر وإلا يعني من كانت آراءه وأفكاره تميل أكثر إلى اعتبار أن هذا هو يعني دعوة من ترامب إلى اختراق الكونغرس الأمريكي. هذا لن يحدث. هناك خطابات رسمية رفضت فيها رئيسة
أو حاكمة ولاية واشنطن كل الدعوات التي تمت إليها بإمدادات أمنية لتأمين الموقف. يعني هناك كانت هناك مليونية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل شهر تقريبا، كان متواجد فيها مدرعات الجيش الأمريكي، كان متواجد فيها الجيش الأمريكي، كان متواجد فيها الحرس الوطني. لماذا لم يتم سماح هذه القوات لتأمين شكل هذه المظاهرة؟ لماذا لم يتم تأمين مبنى الكونجرس الأمريكي؟ ونحن نعلم أن هذه الانتخابات انتخابات ليست تقليدية. نحن نعلم أن هناك الكثير من الاعتراضات سوف تتم داخل مبنى الكونجرس الأمريكي أثناء التأكيد على نتيجة أصوات المجمع الانتخابي وتنصيب جو بايدن رئيسا. كل ما شاهدناه أمام شاشات التلفزيون العالمية والمحلية وحدتي كما تشائين، هناك عدد قليل جدا من أفراد الأمن، حول المتظاهرين 20 فرد أمامهم 30,000، وبالتالي دخول الكونجرس كان يعني لن يتم اقتحام كما تقول وسائل الإعلام الديمقراطية الأمريكية. هو كان دخول يبدو طبيعي لبعض الغاضبين أدى لهذه النتيجة. أنا بعتقد أنه يعني طبقا للتحقيقات التي يتم الآن، ويتساءل أعضاء من الكونجرس الأمريكي كيف حدث هذا؟ أين المخابرات الأمريكية؟ أين الأمن الأمريكي؟ ألا يوجد فردا واحدا قد استطاع أن يتنبأ مسبقا من خلال المخابرات الأمريكية أنه قد يكون هناك اقتحام للكونجرس الأمريكي في هذا الظرف الاستثنائي في تاريخ الانتخابات الأمريكية بشكل عام؟ كل هذه علامات استفهام يتسألها المواطن الأمريكي، يتسألها المشرع الأمريكي، يتسألها بعض أعضاء الكونجرس، لأنه تم سرقة حتى ملفات متعلقة بالأمن القومي الأمريكي المتواجدة مع أعضاء الكونجرس أو في مكاتبهم. نعلم جميعا أن أي قرار سواء حربي أو محلي أو بيع أسلحة يجب أن يحصل على موافقة الكونجرس، وبالتالي هذه اللجان تم سرقة بعض الأوراق الهامة المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي من داخل الكونجرس. أين الأمن لحفظ كل هذا؟ هذه كلها علامات استفهام أعتقد أنها سوف تواجه ليس فقط دونالد ترامب، سوف تواجه أيضا الديمقراطيين حال تسلمهم بالسلطة، لأن كل هذه أسئلة المجتمع الأمريكي تأكيدا لسؤال حضرتك مختصم. نحن لدينا 75 مليون شخص وبهذه الطريقه يا استاذ عمر استاذ عمرو هيفضل منقسم، يعني هيفضل طول عمره منقسم، لان من الواضح ان هم في محاوله للتعتيم الاعلامي، في محاوله للاستبعاد الجمهوريين، فبالتالي هم في انقسام واضح جدا، من الواضح ان هو هيستمر لفتره طويله. ده بلا شك، لانه حاله الغضب عند الرئيس الامريكي هو الحقيقه يستمد قوته من 75 مليون شخص الذين صوتوا له في الانتخابات، وبالتالي هذا سؤال مفتوح. نحن يعني بشكل نفسي نراهن على حكمة جو بايدن أن يلم الشمل الأمريكي، لكن مسؤولية هذا لن كبير. يحدث مسؤولية كبيرة جدا. هذا لن يحدث عبر كلام أو خطاب أو شعار، يجب أن يرى المواطن الأمريكي هذا يحدث بالفعل. وإن كنت أرى أن هذا لن يحدث، لأن اختيار الحكومة الأمريكية كلها من الجانب الديمقراطي، يجب أن تكون الحكومة حكومة الشعب الأمريكي، وينضم ليها أشخاص من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري على حد سواء، كما فعل باراك أوباما الذي كان أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ديمقراطي، وبالتالي هو كان حريصا أن يظهر حسن نواياه للشعب الأمريكي بأن الحكومة ستكون مشتركة بين الحزبين، لأنها في النهاية حكومة الشعب الأمريكي. لكن صحيح. ما يقوم جو بايدن عكس المتوقع وعكس ما نتمناه، لأن كل اختياراته من داخل الحزب الديمقراطي، وكأنه يختار يعني أهل الثقة، ولا يرى الأمريكا بالتقسيمة العنيفة التي شهدناها، لأنه هذه سابقة كبيرة جدا وخطيرة جدا في تاريخ الديمقراطية الأمريكية. ونرجو يعني أنه هذه الأزمة تمر بسلام، لأنه يعني هناك أزمة اقتصادية طاحنة في أمريكا، هناك وباء، يعني نسبة الوفيات أمس في أمريكا كانت أكبر نسبة منذ بداية الوباء 4,000. نعم، أمريكا اقتربت من أرقام مهولة جدا من الإصابات، تحديات كبيرة واضحة جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا.
الأستاذ عمرو جوهر الكاتب الصحفي كان معنا مباشرة من واشنطن. من الواضح أن التحديات اللي بتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الحالية بتفكرنا بالمرة اللي احنا يعني مرينا بيها في أيام المخلوع مرسي. يعني سبحان الله.